السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا طلبة الصف الثالث الإعدادي معانا دلوقتي مع مراجعة ليلة الامتحان في الهندسة. السؤال الأول بيقول لي أكمل. واحد، الدايرة تقسم المستوى فيه إلى نقط من النقط، طبعا ثلاث مجموعات، في طبعا نقط داخل الدايرة ونقط خارج الدايرة ونقط على الدايرة. نمرة 2، أكبر الأوتار طولا في الدائرة يسمى القطر. 3، المستقيم المار بمركز الدائرة وبمنتصف أي وتر فيها يكون عموديا على هذا الوتر. تمام. رقم 4، المستقيم العمودي على قطر الدائرة من إحدى نهايتيه يكون نقط، أكيد هيكون مماسا لهذه الدائرة. نمرة 5، إذا كانت ميم دائرة محيطها 8 باي سنتيمتر وألف نقطة على الدائرة، فإن ميم ألف أكيد هيكون بيساوي 4 سنتي. جبتها ازاي؟ انا عارف ان 8 باي ده محيط الدايره، ومحيط الدايره 2 باي نق. 2 باي نق هساويها ب 8 باي، هتروح الباي مع الباي، وبعدين هيبقى 2 نق بيساوي 8، هقسم 8 على 2 فيها ال 4، اصبح طالما نقطه الف موجوده على الدايره يبقى الميم الف هو هو بالظبط نص القطر. السؤال رقم 6 بيقول لك الف ب قطر في الدائره ميم. طيب الف ج وبه د مماسان للدائره، فان يعني قطر وعندك ممسين من عند نهايه القطر ده ونهايه القطر من هنا، يبقى اصبح الممسين دول لازم يكونوا متوازيين، فان الالف ج يوازي البه د. السؤال رقم 7 بيقول لي اذا كانت الف نقطه في مستوى دائره ميم طول نص قطرها نق، وكان الميم نون او الميم الف اكبر من صفر واصغر من نق، فإن ألف دي تقع فين؟ طبعا طالما أصغر من نص القطر يبقى هي داخل الدايرة، وأكبر من الصفر يبقى النقطة دي مش منطبقة على مركز الدايرة، يبقى أكيد هي تقع داخل الدايرة. سؤال رقم 8، خط المركزين لدائرتين متماستين يكون عموديا على، أكيد المماس المشترك لهما. رقم 9، ميم ونون دائرتان متماستان حيث ميم نون يساوي 16 سنتي وطول نصف قطر الدائرة الكبرى 10 سنتي، فيكون طول نصف قطر الدائرة الصغرى أكيد هيبقى 16 سنتي، هيبقى 16 ناقص العشرة يديني 6 سنتي. ميم ونون ولام ثلاث دوائر متماثلة أو متماسة من الخارج مسنا مسنا، معناها إيه؟ معناها زي كده بالظبط، شكل الدوائر الثلاثة المتماسة بالشكل ده، متمسة مسنة مسنة، معناها ان التلاتة بيلمسوا بعض. تمام. طيب في الحالة دي بيقول لي تلات دوائر متماسة من الخارج مسنة مسنة اطوال انصاف اقطارها على الترتيب 5 سنتي 6 سنتي 4 سنتي، فان محيط المثلث ميم نون لام، محيط المثلث هيكون عبارة عن مجموع انصاف الاقطار اللي موجودة عندي، زي ما انت شايف كده الدايرة نون مثلا عندها نص قطر بستة ونص قطر بستة، الدايرة لام شاركت في المثلث بنص قطر بخمسة ونص قطر بخمسة، الدايرة ميم شاركت في المثلث بنص قطر باربعة ونص قطر باربعة، بالتالي هنجمع الانصاص دي كلها هيبقى محيط المثلث مجموع اطوال اضلاعه 10 زائد 11 زائد 9 هيديني 30 سنتي. نكمل تاني. بيقول لي في الشكل المقابل عندي دايرتين متحدتا المركز، مركزهم ميم، وعمل معايا بيقول لي ان الف ب وتر في الدايره الكبرى، وكمان يقطع الدايره الصغرى في جيم ودال بالشكل ده، قال لي كمان ان ميم ه عمود على الميم على الالف ب. عايزك تثبت ان الالف جيم يساوي دال ب. هحل ازاي؟ هقول له طبعا بما ان الالف ب ده وتر في الدايره الكبرى ميم، فيبقى الميم ه عمود على الالف ب، اذا ه دي اكيد منتصف الالف ب، وبالشكل ده اقدر اقول له ان ال ه الف بيساوي ال ه ب. دي معادله رقم 1. تعالى كمان في الدايره الصغرى، عشان الجيم د وتر في الدايره الصغرى ميم، اذا الميم ه او وكمان الميم ه ده عمود على الجيم د، إذا اله ده منتصف الجيم دال، وبالشكل ده أقدر أقول إن اله جيم قد اله دال، ودي العلاقة التانية. العلاقتين اللي فاتوا دول
بالطرح هطرح الصغيرين من الكبار أصبح بطرح 2 من 1 نجد أن ألف جيم بيساوي به دال. سؤال رقم 3 بيقول لي في الشكل المقابل دائرة مركزها ميم به جيم مماسا لها عند ب، قياس زاوية جيم بيساوي 45 درجة، زاوية جيم اللي فوق دي أهي زاوية جيم ب 45 درجة تمام، دال منتصف الألف ه اللي هو وتر أصلا في الدايرة، عايزك تثبت إن دال ألف بيساوي دال ميم، دال ألف بيساوي دال ميم، يعني كانوا بيقول لي أثبت أن المثلث ألف دال ميم متساوي الساقين. طيب بالشكل ده هيكون البه جيم مماس للدايرة ميم عند ميم، عشان البه جيم مماس للدايرة ميم عند ب، إذن البه جيم عمود على الألف ب. جميل، يعني زاوية ب دي زاوية قايمة. تعالى بقى في المثلث ألف ب جيم الكبير ده، عشان قياس زاوية ب زاوية قايمة، يبقى زاوية ألف دي بتساوي أكيد كام؟ 180 ناقص 90 زائد 45 درجة، لأن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، أصبح قياس زاوية ألف بتساوي 45 درجة. تعالى كمان مرة هقوله دي كده رقم 1 معادلة أولى. بما أن الألف ه وتر في الدايرة ميم ودال منتصف الألف ه وده عطاهولي معطى في المسألة، يبقى أكيد الميم دال عمود على الألف ه. بالشكل ده يبقى المثلث ألف دال ميم مثلث قائم الزاوية فين؟ في دال. من 1 و2 أنا كده اكتشفت إن المثلث بتاعي اللي اسمه ألف دال ميم عنده زاوية دال قائمة وعنده زاوية ألف ب 45 درجة، بالتالي من السهل جدا أقدر أجيب قياس زاوية ألف ميم دال. قياس زاوية ألف ميم دال هيبقى بيساوي 180 درجة ناقص افتح قوس 90 زائد 45 فيديني 45 درجة. الله، طب ما بالشكل ده عندي كده زاويتين متساويتين، قياس زاوية دال ألف ميم بيساوي قياس زاوية دال ميم ألف بيساوي 45 درجة. زاويتين متساويتين في مثلث واحد، يبقى معنى كده ان المثلث ده متساوي الساقين، وبالشكل ده اصبح الدال ألف بيساوي الدال ميم. تعالى كمان مسألة بيقول لي في الشكل المقابل عندي دايرتين متقاطعتين ميم ونون، ألف ب وتر مشترك، عندي كمان للدايرتين طبعا ميم ونون، فبيقول لك س ص مماس للدايره ميم عند النقطه ج، عايزين نثبت ان الالف ب اللي هو الوتر المشترك ده يوازي الس ص اللي هو المماس للدايره ميم. طيب هتعمل ايه؟ بشكل بسيط جدا هقول له حضرتك دلوقتي قلت لي ان ميم ونون دائرتان متقاطعتان في الف وب، بالشكل ده ان الالف ب وتر مشترك، وانا عارف ان المماس او عارف ان الخط المركزي لدائرتين متقاطعتين بيكون عمودي على الوتر المشترك وينصفه، يعني معنى كلامك ان الالف ب هيكون عمودي على الميم نون، ودي رقم 1. اخذنا كمان ان السين صاد المماس ده، عشان السين صاد ده مماس للدايره ميم عند جيم، يبقى اكيد السين صاد اللي هو المماس عمودي على نص القطر المرسوم من نقطه المركز او من نقطه التماس، يعني اكيد السين صاد هيبقى عمودي على برضه الميم نون، ودي معادلة رقم 2. طبعا من 1 و2 عندنا علاقة زمان خدناها ان المستقيمين لما يكون عندك مستقيم او مستقيمين عموديين على مستقيم ثالث فهما الاثنين اكيد متوازيين، بالتالي اقدر اقول لك من 1 و2 يظهر معايا ان الالف ب اكيد بيوازي السين صاد. بالتوفيق ان شاء الله، والى اللقاء في مراجعة اخرى ان شاء الله.